السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا حبيبي كده هنعمل معانا طريقة البط المسلوق، هنعمله كمان طبعا كده هنحط معاه القلقاس. بس ما شاء الله معانا البطة دي يا حبيبي، ما شاء الله جميلة ازاي وشكلها جميل. احنا يا حبيبي كده انا مغسلاها ومنضفاها كويس، وشيلها طبعا من الحتة دي لازم تشيلها كده يا حبيبي، فيها الزفارة، تبقى فيها الزفارة ما شاء الله، لازم تقطعيها. فهي ما شاء الله هي يا حبيبي هنعملها كده معانا على النار. يلا حطيناها اهوت يا حبيبي كده على النار، معانا ايه هنشفها شويه من الميه، ومعانا حله تانية على النار اهي يا حبيبي، فيها ايه هنحط فيها الطماطم، وحاطين فيها ميه تغلي لحد ما ايه نشف البط معانا شويه كده من الميه اللي هي كده. نشيل البحر دي حركة يا حبيبي بتاعتها معانا اهي، بس بكرة ان شاء الله عليها كده هنعملها النهاردة يا حبيبي كده بطريقة حلوة قوي، وهنتبلها الاخر كده تتبيلة جميلة، وهندخلها الفرن. هنشفها يا حبيبي من الميه معانا كده، تمام، هنشفها من الميه من الجنب ده والجنب التاني. احنا غسلنا طبعا كويس، غسلنا بالميه والليمون والخل، وحطينا عليها ليمون ما شاء الله كده يا حبيبي، وغسلنا كويس خلاص، منضفينها من اي ريحه زفاره ما شاء الله معانا اهي. متنسيناش يا حبيبي في اللايك والاشتراك بالله عليكم في القناة، تعملوا اللايك على طول يا حبايبي، والاشتراك في القناة، وتقولوا لي التعليقات الجميلة بتاعتكم يا حبايبي. وكده يا حبايبي بعد ما هي ما غلت معانا كده هننزل عليها، نزلنا كده يا حبايبي معانا بالبطه اللي معانا ما شاء الله، هنخليها تنزل كده على وشها يا حبايبي، نسيبها معانا يا حبايبي كده لحد ما تستوي وين في الاخر هوريها لكم. معانا يا حبايبي البهارات كده، التوابل اللي احنا هنحطها معانا، حبهان معانا حبايبي، حبهان، ومعانا فلفل، ومعانا قرفه وجنزبيل يا حبايبي هننزل بها كده عليه. عشان نحط الملح كده لما البطه تستوي وياني في الاخر كده يا حبيبي هننزل عليه بالملح، هننزل بالملح كده، هنسيبها لما حد ما البطه تستوي وياني، وبعد كده هوريها لكم يا حبيبي. كده يا حبيبي ما شاء الله على البطه معانا اهي يا حبيبي بتكمل سواها، احنا بس هنقش الريم اللي هو على الوش ده يا حبيبي، هنشيله معانا كده، لو في ريم طلع منها ولا حاجه تشيلوه يا حبايبي. بس هو ما شاء الله يعني البطه جميله ونظيفه، ونغسلها كويس، فهي يعني ما فيهاش اي حاجه. الطماطم دي بس اللي هنطلعها يا حبايبي كمان شويه كده، نصفاها مع اصفاها معاكم. وكده يا حبايبي ما شاء الله كده شايفين البطه هي لسه هي يا حبايبي، عشان هي لسه ما استوتش، عشان ما شاء الله هي حجمها كبير، فهي لسه بتكمل سواها حبايبي معانا كده، هنغطي عليه واسيبها تكمل سواها. ومعانا يا حبايبي كمان كده رز، عملنا كمان عملنا حبايبي كمان رز على شعريه ويانا اهو، هنسيبه كده لحد الاخر ما يكمل سواه، وبعد كده نطفي عليه حبايبي.
كده يا حبايبي ما شاء الله معانا البطه اهيت قربت تستوي. هننزل يا حبايبي كده معانا بالقلقاس ما شاء الله. الرز ده يا حبايبي ما ياخدش سوا خالص، يعني غلوه غلوتين كده ما شاء الله عليه تلاقيه استوى. احنا هنسيبه يا حبايبي كده ياخد معانا غلوتين وهنطفع اللي بعد البطه كده معانا ما استوت اهيت ما شاء الله عليه كده يا حبايبي. وهنظبط طبعا الملح معانا وان شاء الله كده هنطفي عليها بعد ما تستوي كده يا حبايبي. بعد البطه ما شاء الله عليها ما استوت معانا وبقى شكلها حلو كده ما شاء الله عليه. معانا يا حبايبي التتبيله اللي احنا هنعملها له، معانا دي صلصه طماطم، معانا صلصه طماطم يا حبايبي هنحط عليها شويه كده من الزيت، هنحط يا حبايبي شويه من الفلفل كده حبايبي، هنحط شويه من الملح، هنحط يا حبايبي معلقه عسل اسود، هنقلبها يا حبايبي كلها كده ويا بابا. التتبيله جميله ديت يا حبايبي قوي، بتحمرها بتخليها جميله كده في الفرن معانا. كده يا حبايبي ما شاء الله عليه عملناها كلها التتبيله اهي يا حبايبي. هندخلها معانا الفرن بقى 500 يا حبايبي في اللايك وفي الاشتراك في القناه. كده يا حبايبي هندخلها تحت الشوايه تاخد معانا لون كده ونرجع نوريها لكم تاني. كده يا حبايبي ما شاء الله بعد ما حمرنا البطه كده بالشكل ده تبلناها وعملناها دخلناها معانا الفرن يا حبايبي ما شاء الله عليها جميله ولونها جميل ازاي بالتتبيله بتاعتي يا حبايبي ما شاء الله عليه. وكمان عملنا يا حبايبي طبق القلقاس احنا عاملينه قبل كده مع بعض ما شاء الله عليه، فانا قلت بس نصوره معانا كده فيقولوا لي ايه رايكم في البطه الجميله دي ما شاء الله عليها وعلى لونها الجميل ده يا حبايبي. ما تنسناش في اللايك وفي الاشتراك، ودي سر التتبيله بتاعتي يا حبايبي الخلطه بتاعتي بتاعت البطه ما شاء الله عليه. قولوا لي يا حبايبي ايه رايكم، ما تنسوناش في اللايك وفي الاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.